ايوه يا سيد عادل، حضرتك قلت لي انك عايز تكلمني كلام مهم، انا جاهز اسمع. انا متاكد انك متابعه اللي بيجرى في الجبهه والغارات اللي بتحصل كل يوم والتاني. طبعا اعرف، وعارفه ان المساله بقت بيننا وبينهم بقت حياه او موت، بس الحقيقه اللي انا مش قادره اعرفه، انا دخلي ايه بالموضوع ده؟ انت الوحيده اللي تعرفي نبيل وتقدري توصلي له. بقول لك ايه يا سعيد عادل، ما تقبضوا على نبيل وتحققوا معاه، ده شغلكم انتم مش شغلي انا. ايوه بس نبيل مش مشكلتنا، نبيل كان هنا في مصر من قريب وانت عارفه كده كويس، ولو كنا عاوزينه كنا قدرنا نقبض عليه، لكن هو مش مشكلتنا. امال فين المشكله؟ المشكله في الشبكه اللي وراه، فاتحين سيل جواسيس علينا ما بيخلص، كل ما نقبض على واحد يبعتوا 10. البلد مفتوحة ولا ايه تفسيرك للغارات اللي بتحصل كل يوم بمنتهى الدقة؟ وحضرتك طالب مني ايه بالظبط؟ انك تتعاوني معانا. اشمعنى انا بالذات؟ لانك انت اللي تقدري توصلي لنبيل، ونبيل هو اللي يقدر يوصلنا ليه. هو حضرتك متأكد إن نبيل ممكن يوصلكوا للشبكة دي؟ نبيل بيشتغل في معرض عربيات في نابوليا، وشوية من الجواسيس اللي قبضنا عليهم أخيرا اشتروا عربيات من نفس المعرض اللي بيشتغل فيه. طب ما تحققوا مع أي حد فيهم، ممكن جدا يوصلكوا للشبكة دي. المعلومات اللي عندهم محدودة جدا على قد اللي بيطلبوا منهم، لكن انتي حاجة تانية خالص. حاجة تانية ازاي يعني؟ هما طالبينك انتي بالذات وبيلحقوا عليك. يبقى ايه؟ هو مين دول يا فندم؟ الموساد. الموساد الاسرائيلي. والله انا خايفه جدا تكون كل الحاجات دي شكوك من حضرتك يا عادل بيه. اللي حصل لك في روما والصور اللي شفتيها والانهيار العصبي اللي دخلتي بسببه المستشفى، كل ده شكوك. واحبك تعرفي ان الشغل بتاعنا مش مبني على تهيؤات وشكوك، شغلنا مبني على حقائق، وانت اكتر واحده تعرفي كده. البلد بيموت فيها كل يوم ناس كتير، البلد محتاجه لك، ومصر ما تستاهلش منك كده. عادل بينا مش متاخره عن خدمه بلدي، مش محتاجه دروس في الوطنيه من حد، انا بشتغل وبصور وبطلع على الجبهه وبكتب كل اللي انا شفته هناك، وبحارب العدو في مجالي زي ما حضرتك بتحارب العدو في مجالك. انا عمري ما اتاخرت عن مصر. الشغل اللي انت بتعمليه ده اي حد يعمله، لكن اللي احنا طالبينه منك مفيش غيرك انت اللي تقدري تقومي بيه، لانك الوحيده اللي المخابرات الاسرائيليه عارفاها وعايزاها بالاسم. أنا مش هقدر أعمل كده. هتقدري. مش هقدر. هتقدري، وأنا متأكد إنك تقدري تعملي كتير. أنت مش فاهم حاجة. أنا عارف كل حاجة. أنا لازم أمشي. عن إذنك. تحب أجيبها لك تاني يا فندم؟ لا. متأكد إنها هتركب تاكسي وتطلعها من الباب اللي وراني. حاضر. ادخل. معلش يا فندم، واضح انها بنت وطنيه وبتحب مصر، لكن فكره انها تتعاون معانا دي متهيألي انها فكره هي رفضها رفض نهائي. السيد فهمي كان معاك؟ لا لا، ما كانش معايا، كان عنده اجتماع مهم، الظاهر في حاجة كبيرة قوي بيجهزوا لها.
وقع انفجار عنيف في الحفار الإسرائيلي كينتينج قرب سواحل مدينة أبيدجان عاصمة جمهورية ساحل العاج، وقد غرق الحفار في مياه المحيط الأطلسي. هذا ولن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، وكان لإغراق الحفار ردود فعل عالمية وإسرائيلية عنيفة. أكدت المعلومات أن المصريين وراء تلك هذه العملية، فهم يتابعون الحفار منذ شهرين، ولقد اغتنموا فرصة توقفه في أبيدجان وقاموا بتفجيره. لن نسكت، وسوف نرد على تلك العملية البشعة ردا قاسيا ورهيبا. لن يكون هناك سلاما في الشرق الأوسط في ظل وجود عبد الناصر في حكم مصر. أيوة، شفت اللي حصل يا شلومو؟ شفت اللي المصريين عملوه فينا؟ شفت يا بن حس، ما لو كنت عملت شغلك مظبوط وجبت لنا سامي يا فهمي كان ممكن نرد على عملية الحفار دي بسرعة وبقوة كمان. لو سامي يا فهمي معانا كان ممكن نعمل حاجات كتير. انت سامعني يا شلومو؟ شلومو اتصرف بسرعة، انت فاهم؟ لا انا مش عايز عينك تبقى فارغه انت وهو، على قد لحافك مد رجليك، وبعدين زي ما انت شايف عندنا عربيات من اول 100 دولار لحد 2000 وزياده. يا اخي نبيل، يا اخي نبيل ده احنا جايين لك مخصوص، وبعدين اصحابنا اللي سبقونا قبل كده من مصر بيشكروا فيه. وانا ما قلتش حاجه يا سيدي، امرني انا تحت امرك. احنا عايزين عربيه كويسه ورخيصه وبنت حلال. بنت حلال؟ انت جاي تتجوز هنا بقى. عموما العربيات قدام كويسه زي ما انت شايف، نقل اللي انت عايزه، واول ما توصل لحاجه بلغني وانا هقوم بالواجب معاك. مثال اخبار سامية ايه يا نبيل؟ الاخبار عندك انت يا وسليم. يعني ما بعتتلكش جوابات؟ المفروض انها تبعت لكم على عنوان لندن او روما. ده اللي انا فهمته. اخبار الدفعه اللي فاتت ايه؟ مش قوي. واحد فيهم اللي افتكر هينفعنا. بعتناه يتدرب عند العمه وهيعمل شغل كويس. تمام. واخبار فلوسي بقى؟ انا المره اللي فاتت ما خدتش ولا اللي قبلها. معلش حقك عليا. اصل احنا كنا مستنيين فلوس من العمه والفلوس وصلت. المره الجايه هديك فلوسك وفوقها مكافاه محترمه، بس عايز منك خدمه. امرني. ساميه كان المفروض انها تبعت لنا جواب تقول لنا انها حضرت الحاجات اللي كنا طلبناها منها، بس الكلام ده ما حصلش. تلاقيها بتجمع فيهم يا ابو سليم، هي سهله كده؟ طولت، مع ان الفتره اللي فاتت دي كانت مليانه احداث. مصنع أبو زعبل وجزيرة شدوان وغارات العمق وفك محطة رادار الزعفرانة ونقلها لإسرائيل. إيه؟ نقل إيه؟ محطة الرادار. يعني نقلتوها كلها كده على بعضها؟ آه. المصريين صحيوا الصبح ما لقوش حاجة. بح. يا نهار أسود ومنيل، أنتوا إيه؟ هو ده اللي إحنا عايزينه، أسود ومنيل. عايزين رد فعل القيادات الشعبية والسياسية هناك. وأثر العمليات دي في زعزعة نظام حكم عبد الناصر. أيوة، وسامية علاقتها إيه بده كله؟ سامية أساس الشغل ده كله. هي اللي هتوصل لنا رد فعل الناس في الشارع، ورد فعل القيادات السياسية والشعبية والعسكرية هناك. هتعرفوا منين بقى المفروض؟ من الاتحاد الاشتراكي، التنظيم الطليعي، ومن شغلها في الصحافة. أنتوا مش مخطوبين وبتحبوا بعض؟ آه طبعا. طب ما تبعت لها جواب يا اخي. بعد اقول لها يا ابو سليم؟ تقول لها انها وحشاك وانك مش قادر على بعدها. و هات لي ورقه وقلم. اكتب. عزيزتي الغاليه سامية، أكثر من شهرين وأنا أنتظر منك خطابا، أكثر من شهرين وأنا أمني النفس برؤياك. على فكرة أنا قابلت أدريان تومسون وسألني عليك واشتكالي من تأخرك في الرد عليه. المهم يا حبيبتي إنك وحشتيني جدا جدا جدا، وأرجو أن أسمع منك قريب وأطمن عليك،
وياريت تردي على أدريان لأنه ممكن يشوف حد غيرك، وانت عارفة أن دي فرصة ناس كتير يتمنوها. رأيك رؤوف؟ ده جواب خطير جدا يا فندم، واضح أنهم بيستعجلوها بإلحاحه بشكل مباشر، خصوصا الفقرة دي اللي بيهددها فيها وبيقول لها أن أدريان ممكن يشوف حد غيرها وأنها فرصة كتير قوي يتمنوها. طب احنا يا فندم هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نتصرف يا رؤوف بسرعه.